اول شيء ابغاكم تشوفون هذا المقطع. يا رجال استثمر في العملات الرقميه تعين الخير عشان ما يصير لكم زي الرجل هذا. معكم المستشار المالي بندريتا. خلوني اعطيكم بعض النصائح. كلنا عندنا اهداف نبغى نحققها واشياء كثيره نشتريها، لكن عشان نحقق هذه الاهداف لازم اول شيء نتعلم الادخار. والبنك العربي مسوين حمله ادخر واربح. بندر كيف ادخر واربح؟ ايزي اشرح لكم دحين. كل اللي عليك انك تفتح تطبيق البنك العربي وتفتح حساب جاري، واذا كان عندك حساب جاري من اول على طول تسوي حساب ادخاري وتودع في الحساب الادخاري حقك. الف مبروك، تلقائيا تدخل على سحب على 5000 ريال ب 20 فائز. يعني احتمال تودع لك 100 ريال فجأة تحصل لك فائز ب 5000. تذكير هكر. ومو بس كذا، البنك العربي عنده برنامج ممتاز جدا للادخار، يعلمك طريقة الادخار بثلاث طرق، فأنت تقدر تشوف كل طريقة وإيش الأنسب لك أنت. وبرضه كل ما تودع مبلغ زيادة في حسابك الادخاري كل ما زادت فرصتك بالفوز، بس بشرط أنك تخلي المبلغ إلى نهاية الحملة اللي هي 13 مارس 2023. حمل تطبيق البنك العربي من الرابط اللي في الوصف وتعلموا الادخار، أوكي؟ ويلا نتابع مقاطع تيك توك. هناك اسطورة تقول انه يوجد شخص اشباك تماما. دقيقة، هناك اسطورة تقول انه يوجد شخص اشباك تماما، لكن الفرق الوحيد ان واحد منكم يكون سعيد. اللي يشبهني حلو واحد سعيد واحد سعيد ايش؟ واحد سعيد واحد لا، اللي يشبهه يا ولد يا ايش الحياة الحلوة. اقطع ام التفلة، والله تفلة تلامة، بس تفلة هذه مخزنة لها 5 سنين. احسن شيء عندي. ايوه يلا يا ربي مقاطع على طول اللي يجربوا الليمون. هذه سوت ترند الجوكر، ترند الجوكر حق المصريين. يا ربي رهيب والله رهيب. اغاني الاوبننج ورب الشخص والله ان جد كذا مع دقه الاغنيه والحماس كذا كلهم سووا في الجو حركات. يا جماعه هذا اتوقع والله اعلم انه عندنا في جيزان. اتوقع هذا جيزان يتوقع ولا اهم شيء مبسوطين. هذا اهم شيء عندي تصعيد الامور عندي. يا مني خلاص قد انتهى الحادث يا الغالي. يا ربي اقول لك واخيرا بعد ما تنظف غرفة اللعب بوا. يلا نبدا نوسخ ذا. الله الفيديو الفيديو اسطوري 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 دايم يا اخي. والله رهيب مره. يا جماعه ماي جاد او ماي جاد اتوقع يا جماعه ان هذا جابوه عندنا جيزان اذا ماني غلطان. اتوقع ما شاء الله. لا بس استمر. يا غير ما اتحمل مقاطع على طول ما اتحمل وا عمري. ما الاسنان كم كنت قوده ايش الجودة ذا؟ ايش الجودة؟ اوه ديم والله عجبني. جاسم بايات الله يا جماعة الخير افشل فيلم شفته في حياتي كلها. ايش الفيلم؟ اعطيه تقييم سالم 10 للاخر. يا عالم انا اتابع افلام افلام تنبلع شوية. ام الفيلم هذا ما الام داعي في حياته. المخرج حمار. ايوه على طول راح للمخرج ما يتفاهم. هل عجبتكم خيمتنا؟
هل عجبتكم؟ هل تريدون ماء؟ لا صديق، ليش انت يغدر غدرة زي كذا؟ اكل، ايوه اكل الذا ورجع. اوه ماي جاد، والله غدرة صديق هذا، غدرة صديق. انتبه انتبه، غدرة صديق. يقول اخر حلقة من مسلسل صراع الحكرة. عمك ايه من عمك؟ انا روت عمك ناروتو ضد هولي شيت دايم، ناروتو ضد إيتشيكو. ايش ذا الانيميشن الاسطوري يا اخي؟ كذا اي انمي فايت على طول القمر. في واحد حط سكر على الكنب، ليه؟ ليه؟ عشان يحل القعده. يا ولد يا ولد، انت انت كيف انت كيف؟ والله لعيب لعيب يا عم. وضعه اذا اعطاك خلاص تعرف الوضع مره. حلو على طول اختصر. اختصر قافله مع الولد قافله. اوه ماي جاد، الضحكه الضحكه اسطوريه يا اخي. لقب ضحك والله، هذا اللي من جد لقب ضحك. حلو السرعه في ماينكرافت. اوه قولي ها يا ولد كيف؟ هي استح واتر بريذنج. يا اخي سماجة سماجة بتضحك. وي كان سي دين انفيسيبلتي. ربي مقطع سامي جالس يضحك. اوه ناي اوه ناي مو دام. والله دام وات، والله حلو مره. ايش اللي صار؟ حقين حسابات البلير تكفون حطوا صورتي، ابي احسس نفسي اني اكلم بنات. يا ربي والله تنتف في التعليقات يا اخي. عمك سجل، ها سجل عمك سجل سجل هذا، ها سجل يا اخي. قوه قوه وفخامه. قتل الاصفر، قتلوا يا جماعه الولد الصغير كسروا. جوجو جوجو ريفرنس. يا جماعة اشتريتوا جسم للعيد ولا باقي؟ ولا اعطيكم من بعض الاشخاص اللي عندي؟ يا جماعة اشتريتوا جسم للعيد ولا باقي؟ ولا اعطيكم من بعض الاشخاص اللي عندي؟ اوه ماي جاد. يا جماعة هس ما يمشي كمودي، اخذ الغفوة لين يجون. هس ما يمشي والله. نعم نعم يا كمودي حبك. ماشي كمودي كمودي. اوه ماي جاد، كمودي والله رقد يا جماعه. نعم نعم يا كمودي حبك. كمودي كمودي اصري يا ضي. ماشي والله. نعم نعم يا ربي. الله يجيبوا لي الكيكه، انا خلاص بصير ودي اخذها واحطها زينه عندي في الغرفه. امشي بنعطيك ترى ما عندي غرفه، انام في الصاله.
والله جابوا لي الكيكه بس والله ما ودي اقطعها، ودي اخذها واحطها زينه عندي في الغرفه. اه ما قطعها يا انت موت ايش ذا؟ والله جابوا لي الكيكه ربي تموت ضحك. ودي اخذها واحطها زينه. هذا انا يا جماعه كذا مع اي واحد اكلمه. والله جابوا لي الكيكه والله انا ربي. يا رجال استثمر في العملات الرقميه تعين خير. رجال صدقني البيتكوين والله لا تطير والله ها والله توصل مليون اقول لك. اسمع مني الكلام بس اسمع. شوف انا منهم ابشركم. يا رجال